ليش أكثر الأولاد لا يضرون آباءهم، لا يضرون الأمهات، ولا يطيعون الآباء فيما هو ينبغي أن يطيعوا فيه؟ لماذا؟ لأن النفس ميال للكسل وأمارة بالسوء، وهم ما تعودوا مخالفة أنفسهم، تعودوا أن يسايروا النفس، فيصل بهم ذلك إلى أن لا يطيعوا أهاليهم، أن لا يضروا أهاليهم. مثلا الوالدة تحب منه أن يقعد معها، أن تراه، تفرح به، فهو يقعد في الغرفة يكلم أصحاب والصاحبات، يقعد الساعات الطويلة، حتى صاروا يأخذون التليفون إلى بيوت الخلاء ويكلمون الأصحاب والصاحبات، حتى في بيت الخلاء يفعلون هذا. هذا لو جلس مع أمه جبر بخاطرها، أو جلس مع والده أكرمه، أظهر له الكرم، جلس عند قدميه، صار يعمل له غمزا لقدميه، نسميه نحن المساج، أليس يدخل السرور إلى قلبه؟ الله أعلم كم ينال من الثواب بهذا الفعل. هم يلتفتون إلى هذا؟ لا. الآن صار الولد يقول لأمه وأبيه حطوا لي أكل. الولد نتكلم عن الولد الكبير يعني، مش الذي لا يستطيع أن يأكل بنفسه. شو طبختي اليوم؟ بدل أن يقوم بخدمة أمه وأبيه وقد ربياه وصار كبيرا، ما زال يسألهما الخدمة، شو جبتولي، شو حتجيبولي، وين حتأخذوني. بدل أن يسأل والده وأمه ماذا تريدان مني، أي خدمة أخدمكما، من يفعل هذا؟ أنا أقول هذا وأنتم تعرفون أنه كأنه لا يحصل، يعني يوجد من يفعل، أنا أقول لا يوجد، لكن ما تعودوا كسر أنفسهم، ما تعودوا مخالفة النفوس، ما تعودوا ذلك، فتراهم يضيعون الأوقات فيما لا خير فيه. من الآن إذا كان الوالد أو الوالدة جالسا يستريح، يأتي إلى قدميه ويغمز له قدميه ويقول ارضى عني يا والدي، أو ارضي عني يا أمي، كم ينال من الأجر بهذه الكلمة؟ إلا عهلا جميع الزلم، والعياذ بالله من الفساد. سمعتم ماذا قال الحاج؟ بعض الأولاد يرمي أمه بالزنا. أليس أخبرتكم عن واحد جاء قال لأمه حطي لي أكل، فقالت له مشغول يا ابني حط أنت، وقد طبخت له، قال له صحيح أنك ما خرجت قولي أمي. كم كسر خاطرها بهذه الكلمة، هذه الكبائر، فصص هذه الكلمة، قال له صحيح أنك ما خرجت قولي أمي، خرجت قولي أمي، والعياذ بالله من الفساد. كأنه يقول لست أهلا لتكوني أما لي. وهو العلماء يقولون الأب والأم خدم الولد في صغره، فإذا كبر هذا الولد ينبغي أن يقوم بخدمة أبيه وأمه. إذا كبر الوالد وصار عاجزا، ماذا ينتظر الأولاد؟ وفاته. الأولاد ينتظرون وفاته ليرتاحوا من همه، هكذا صار. أما هو لما ربى الولد في صغره ماذا كان ينتظر؟ أن يراه كبيرا ليفرح به وليعينه في كباره. الآن صار إذا عجزت هذه الأم أو عجز الأب، يصير فيما بينهم يتحدثون متى يموت حتى نرتاح، أو يأخذونهم إلى هذه التي تسمى دار العجزة، مأوى العجزة. أخبرني شخص كان يدرس الطب، فيأخذونه في مرحلة إلى هنا، قال لي ما تحملت، طلبت من الذين يدرسونني أن أخرج من هذا، في مرحلة أن يروح إلى هذا المستشفى، إلى هذا المستشفى. قال لي ما تحملت من شدة ما رأيت من الحالات التي تبكي تدمع، ما تحملت. الأب يكرم، الأب المسلم، هذه فرصة. كم مرة الواحد يكون عنده أب؟ كم مرة واحدة؟ كم أم واحدة؟ أما إذا تزوج بامرأة يستطيع أن يطلقها ويتزوج بأخرى، بس الأم هي هذه الأم، وهذا الأب، وهذا الأب المسلم، وهذه الأم المسلمة، ألا يكرمان؟ كيف يكون الإكرام؟ يعامل الوالد والوالدة كأنه في حضرة ملك. الآن إذا قيل لكم جاء الوزير الفلاني، ماذا يصير في المجلس؟ عادة الكل يقوم، أو النائب الفلاني. فإذا قيل جاء رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ماذا يصير في الناس؟ يقومون حتى يظهر له أنه له مقام معين يعني. طيب الأب أعظم حقا عليك من هذا الرئيس وهذا الوزير وهذا النائب، أعظم حقا عليك، والأم كذلك أعظم حقا عليك، فكيف ينبغي أن يعاملا؟ أكثر الأولاد لا يقومون بهذا،
كأنه يجلس مع صاحبه، بل بعضهم يحسن لصاحبه ويظهر الاحترام للصاحب أكثر من احترام الوالد والوالدة. يكسر خاطر الوالد والوالدة ولا يكسر خاطر صاحبه، يراعيه أكثر من مراعاة الأم والأب. هؤلاء غافلون. الذي هو على هذا الحال الإنسان الذكر والأنثى، هذا في غفلة، يعيش في غفلة. الآن فرصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما شيخا ولم يدخل به الجنة. يعني إذا واحد ما معنى، تعرفون ما معنى شيخا؟ يعني صار في الخمسين. هذا الشيخ في اللغة إذا صار له من العمر، صار عمره 50 سنة، يقال عنه شيخ، يقال عنه صار شيخا. الذي يدرك والده أو والدته أو يدركهما شيخين ولم يحسن إليهما، هذا كان ضيع على نفسه من الخير. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يحب أن يخرج مع صاحبه أكثر من خروجه مع أبيه ومن إكرام أبيه. يحب أن يخرج مع صاحبته أكثر مما يخرج مع أمه أو من إكرام أمه. أين الثواب في الخروج مع الصديقة أم في بر الوالدة والوالد؟ أين الثواب؟ ماذا يستفيد في الخروج مع صديقته؟ أليس في كثير من الأحيان يقع في المعاصي؟ في خروجه معها يقع في المعاصي في كثير من الأحيان، من يسلم؟ أما مع الأم يقع في المعاصي إن أكرمها، أم ترتفع درجته عند الله إن أكرم أمه المسلمة وأكرم والده المسلم؟ غافلون، ذكروهم، قل لهم اتركوا الغفلة، اتركوا الكسل، أكرموا الوالدين. لا بد من الفراق بالموت، إما أن يموت هو قبل أو أن تموت الأم أو يموت الأب قبل، الله أعلم. لا بد من الفراق، فقبل الفراق استفيدوا. ليس بعد الموت يقول الشخص الآن أريد أن أكرم والدي وقد ترك إكرامه في مكان يستطيعه في حياته يفوت على نفسه. الآن الفرصة. بعد الموت يوجد إحسان، قلنا يوجد بر، من البر أن يزوره في قبره، أن يدعو له، أن يستغفر له، أن يترحم عليه، هذا بر وإكرام أيضا. لكن الأكبر، الحصة الأكبر ينبغي أن تكون في أثناء حياته. أليس إذا أحسن لأمه تدعو له بدعاء حسن؟ أليس تقول له كلمات طيبة فيها دعوات قد يستجاب دعاؤها وقد أكرم أمه؟ أليس سبق وحدثتكم عن رجل من الطيبين قال لأمي، كانت تحب هذه الحلوى التي تسمى الباونتي، شوكولاتة باونتي، وهي طبعتان كما تعرفون أظن، قال كنت آكل فتذكرت والدتي أنها تحب هذا، فتركت قطعة لها، لففتها بورق الكلينكس، لما وصلت البيت أطعمتها. قال فلما نمت رأيت نفسي في الجنة، والألوان تطلع من الأرض فنان كريستال، ألوان مختلفة. فقال قلت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والعلماء يقولون من رأى نفسه في الجنة بشر له بأنه سيدخل الجنة. ماذا فعل أخونا هذا؟ ماذا فعل؟ أطعم والدته قطعة شوكولاتة، قطعة حلوة. فالذي يفعل أكثر ثوابه أعظم. إذا واحد فعل أكثر من هذا ثوابه أعظم، يعني رأى هذه البشرة العظيمة بهذه الفعلة اللي هي خفيفة. شو بيساوي من حيث المال هذه قطعة الحلوة كم تساوي؟ فإذا أكرم أكثر ثوابه أعظم. وكم يعني ينال من الرضا من أمه وأبيه إذا قام بإكرامهما؟ اذكروا لهم هذا، نقول عسى ولعل أن يتغير الحال، لأن الأكثر كما أسمع من الناس يعيشون في الغفلة، وأرى ذلك لا يظهرون الاحترام للوالد والوالدة، لا يظهرون لهم الاحترام. أليس أكثر الأولاد حتى لو صار في الجامعة يطلب الطبخ من أمه ويطلب الخدمة من أمه؟ مكويتي لي بنطلوني، ليه مكويتي لي قميصي؟ كيف بدي أروح على الجامعة؟ هي يلزمها أن تفعل له ذلك؟ لا، ينبغي هو أن يقوم بخدمتها، يلزمها أن تطبخ له، هذا الشاب الطويل العريض يلزمها، فيلزمها، هي تقوم بالإحسان
وتقوم بالإحسان ولا يقابلها بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينبغي أن يقابل إحسانها بإحسان أكبر. واحد في المجلس كنت، قال للشيخ عبد الله رحمه الله: أنا زوجتي تكرمني كثيرا حتى إنها تلبسني الجورب، هو شاب وزوجته شابة. قال له الشيخ عبد الله: اغلبها بأن تكرمها أكثر وأن تحسن إليها أكثر. قال له: اغلبها بأن تكرمها أكثر وتحسن إليها أكثر. يعني إذا واحد أحسن إليك أحسن إليه وزد. الوالد والوالدة أحسنا كثيرا. من كان يقوم بالليل حين يمرض هذا الولد؟ هو لا يذكر ذلك، لكن من يسهر الليالي؟ ألا ترى أحيانا الرجل يظهر عليه الانزعاج، فإذا سألت يقول: بنتي ما نيمتني الليل، ابني ما نيمني الليل. شو يعني ما نيمني الليل؟ كنت أسهر لخدمته وهو مريض، لأرعاه مشفقا عليه، يرحمه قلبه يشفق عليه فيحسن إليه. هذا الوالد ألا يقابل بالإحسان؟ العلماء يقولون: لو أن الوالد أو الوالدة ضيع الولد في صغره لا يجوز له أن يضيعهما في كبرهما، يعني لو فعلا خلاف ما هو مطلوب منهما، تركا رعايته وضيعاه، فإذا كبر هذا الولد لا يجوز له أن يضيع أمه وأن يضيع ولده ولو كان ضيعه في الصغر. من يعرف هذا ومن يطبق هذا؟ هو مع الإكرام وقد يضيعه، يضيع الوالدة، فكيف إذا لم يكرمه؟ ما سبب ذلك؟ الغفلة والجهل والبعد عن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى. من يعاشر ولدك؟ بنتك من تعاشر؟ وأنت من تعاشر؟ في المدرسة وأنتم في الصغر أليس كانوا يقولون لكم: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت؟ الصغر كانوا يعطون هذا. الرسول ماذا قال؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا كلام بليغ، تركوا ذاك، قولوا هذا: المرء على دين خليله، يعني المرء يتأثر بسيرة صاحبه، فلينظر أحدكم ليفكر من يخالل من يصاحب. إذا وجدت في الصحبة خيرا صاحبه، يعلمك الدين. أي خير؟ إما قال العلماء: إما في أمر المعاش وإما في أمر الدين، وأمر الدين أولى. يعني إن كنت تستفيد من صحبته في أمر المعاش أو كنت تستفيد من صحبته في أمر الدين، وأمر الدين أولى، صاحبه إن لم يكن لك منه فائدة لا في هذا ولا في هذا اتركه. يعني سمعت من بعض الشباب يقول: أنا ما حالي ما عندي صاحب. قلت له: إن لم تجد صاحب، إن لم تجد صاحبا فيه خير ما لك ولهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. يعني إذا ما في إلا جليس سوء، لعيب شد وقمار وفاسق فاجر، وتقول ما في غيره بقعد معه كما يفعل بعض الشباب اليوم. أسأله: من تصاحب؟ هو تعلم عنا وبمدارسنا. أصحابه من الذين يكفرون إذا غضبوا، من الذين يأكلون الحرام، يأكلون الميتة، يصاحبهم، قال: هذول أصحابي. ما لك ولهم؟ المرء على دين خليله بده يتأثر. إذا إجا الهوى سخن نتأثر بالهوى السخن، إذا إجا هوى بارد نتأثر بالهوى البارد، إلا إذا اتقينا منه. طب أنت قاعد معهم مع هذول الفاسدين تجالسهم تتأثر بهم، تتأثر بكلامهم، تتأثر بصفاتهم. جالس الصالحين تتأثر بهم، جالس أهل الوقار تتأثر بهم، جالس أهل العلم. شو سيرة أهل العلم؟ حديثهم في أي شيء في العلم تتأثر بالعلم. واحد بيقعد مع العطار إلا بيأخذ من طيبه يشم رائحته الطيبة بيتأثر. أما إذا قعد مع بياع مثلا بهارات، شم بهارات قد يعطس من البهارات. أما إذا جالس أهل الخير يستفيد من الجلوس مع أهل الخير. فكل واحد منكم ليختار لنفسه صديقا مؤنسا مفيدا له، إما يفيده هو وإما يستفيد منه، إما في المعاش وإما في أمر الدين. إن لم يكن كذلك ما له لهذه الصحبة، فليترك صحبته، لا خير له فيها. أليس قال العلماء: الإنسان يفكر فيما يقول قبل أن ينطق به، إن وجده خيرا قاله، إن وجده شرا أمسك عنه، وإن كان له خير وله شر ف
فخير له أن يمسك عنه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. فإذا واحد جالس الذي لا يستفيد منه لا في المعاش ولا في الدين، يتكلم بكلام يمزح، أليس من كثرة الكلام قد يقع في الغلط؟ يا مسائل سألون إياه، ما حكم من يقول بسبب كثرة الكلام بسبب المزح فقد يقع في الغلط؟ أما إن جالس أهل العلم والوقار والصلاح يستفيد منهم، من صلاحهم، من علمهم، من وقارهم، من حالهم، من صمتهم، من سمتهم، يستفيد بمجالستهم. هل كل واحد منكم ينظر إلى صاحب صالح، امرأة مع امرأة صالحة طيبة، رجل مع رجل صالح طيب، من لا خير في صحبته ليتركه ليبتعد منه كده.